ماشي. طب الشيخ بعد اذنك، انا دخلت في مشروع ان انا ادفع 3500 او 10000 او 20000 احد المبالغ الثلاثه، بس عشان يجي لي ارباح ومن الشركه لازم اجيب مسوقين تحتي يكونوا من فريقي. وفي حاله عدم استطاعتي انت بتشتغل في شركه ايه؟ عفوا عفوا، اعد سؤالك وبين امرك، هل انت في الكيونت او ماي واي او ماذا؟ لا، هو انا بسوق لاسم شركه. هل لازم نعرف اسم الشركه؟ شركه نصب واحتيال ولا شركه عمل حقيقي؟ هم بيقولوا ان الشركه دي معموله في مصر من 6 سنين، اسمها شركه دوكس. شركه دوكس، بتشتغل ايه شركه دوكس يا حبيبي؟ هي براندات ملابس حريم ورجالي وساعات سويسريه. ساعات ايه؟ ساعات سويسريه. بدانا هنا بقى، هذا محل اللعب. ساعات غير معروفه الماركه. أيوة. ويبيع الساعة بألف دولار ويعطيك أنت على كل زبون توريته معك مبلغ من المال. كانت بداية هذه الشركات، في بدايتها كان الشركة نصابة اسمها شركة بزناس. أيوة. وكان قيمون عليها باكستانيون. أسسوا مثل هذه الأعمال ويقولون للذي يدخل عملاء جدد ايوه نسبة معينة بالتوزيع الهرمي او الشبكي. وجلسنا معهم زمنا طويلا من حوالي 25 سنة، وبعدين لما تبين لهم ان امرهم اكتشف غيروها لكيونت، او جاءت فرقة اخرى عملتها كيونت وغيرت بعض الانظمة في الكيونت. وبعدها بدأوا يأتون بسلع، لما قلنا لهم السلع مجهولة قال لا انا جبت سلع معروفة. السلع المعروفة ما هي؟ جابوا ساعات، أتوا بساعات غير معروفة لدى الناس. يعني لو هي ساعة مثلا سيكو أو ساعة مثلا رادو معروفة لدى الناس. أيوة صح. لكن يأتون بساعات غريبة. تمام. طب ولكن أنا دفعت 3500. ما أنت دفعت 3500 وعايز تيجي للغلابة من أمثالي تسرقهم حتى تأخذ 3500 التي دفعتها. يعني أنا عوضك على الله. السلام عليكم.